يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعا مع مجلس المحافظين اليوم للمتابعة التنفيذية لملف التعدي على الأراضي. كان مجلس المحافظين قد استعرض خلال الاجتماع الماضي مجموعة من الموضوعات، من بينها خطة تنمية قناة السويس ووضع خطة تنفيذية لحصر الأراضي المتعدى عليها. للمزيد مشاهدينا من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف هند مختار، الصحفية المتخصصة في شؤون مجلس الوزراء. هند، بداية مرحبا بك، يعني أطلعيني على آخر التطورات لديك. هو ما زال مجلس المحافظين منعقد حتى الآن برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبيناقش عدد من الملفات على رأسها طبعا الاستعدادات والقرارات التي تم تكليف الحكومة بها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بسحب أراضي الدولة المتعدى عليها. من المفترض أن الاجتماع سيناقش تقرير كل محافظ بأهم الأراضي التي تم سحبها وحصر هذه الأراضي، استعدادا طبعا ده بيأتي في إطار الاستعدادات للمؤتمر المقرر أن يعقد نهاية الشهر الجاري بحضور وزيري الدفاع والداخلية للإعلان عن الحصر الكامل والأراضي التي تم سحبها بكافة المحافظات. الاجتماع النهارده بيحضروا 8 وزراء على رأسهم وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والصناعة والكهرباء، ومن المقرر ايضا ان يناقش الاجتماع ملف متعلق بالتنميه في المحافظات واهم المشروعات الاستثماريه التي تتم في كل محافظه. طيب ايضا هند، يعني الاجتماع المفترض انه سيتطرق الى خطه تنميه قناه السويس، ما هي ابرز المحاور في هذا الشان؟ هو الخطه تم التطرق لها في اجتماع مجلس المحافظين السابق، اما الاجتماع الحالي سيناقش او الملف اللي هيركز عليه هو ملف حصر الاراضي المعتدى عليها في المحافظات وتنميه المشروعات الاستثماريه. نعم. في المحافظات. اشكرك هند مختار، الصحفيه والمتخصصه في شؤون مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.